اليوم جيت نعطيك الراس 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 يا المنافقة يا الشيطان. قلت لك الشيطان، علاش الشيطان؟ يا الشيطان ديال بصح يا المنافقة ديال بصح. انا عمري ما خرجت فيك يا الوزانيش، انا هكا اليوم جيت نعطيك الراس كما قلت لك. المهم اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي معكم خصكم سليمه لايكوا اخوتي معايا هذا الفيديو، هذا اللايك اللايك، بغيت نشوف الماكسيموم ديال لي لايك في هذا الفيديو هذا بالضبط، لان فيديو اول مره غيكون بهذه الطريقه. انا لانني تعصبت بزاف ملي كتشوفي وجوه الشر، وجوه النفاق، وجوه النعير، كيعطوك واحد انرجي خايبه، كتخرجي كتبغي تخرجي لهم نيشان في الراس نيشان. شنو بغيت غير نفهم واحد القضيه، انا هذا الفيديو اللي خرجتي به البارح ديال الاعتذار لامي زهره، واش محشمتيش؟ واش محشمتيش يا المنافقه؟ كتكوت بخي، كتعطي هنا وكتعطي هنا. انت دايره الفيديو مسمياه فيديو اعتذار، انت كتعطي فيه دايره زعما ما فهمتش. انا كتبغي تخباو من مورا من مورا الغربال، والله الا كتبغي تخباو من مورا الغربال، كتعطي الميساجات القاصح وكتقول لي فيديو اعتذار. جيت نعتذر لهاد العائله كامله، اه قلت لك اخوتي جيت نعتذر لهاد العائله كامله الا سعاد. سعاد واقفه لكم هنايا، ما عرفتش علاش واقفه لكم في الحلق، واقفه لكم في الحلق ديك السيده. على ديك السيده ماشي من العائله ديال النوعير، على انت شت جهه؟ اش كتجي انت؟ جيت نعتذر من العائله ديالك، ما كتعتبري راسك من العائله؟ راكي غير من العائله ديال النوعير، راه الدم اختي ما عمره ما كيولي ما فقي وعي وفقي من القلبه. اليوم راه مدابز مع عائلته، غدا تصالح معاه، وتبقى انت والشيطان. واش فراسك هاد القضيه ولا ما فراسكش؟ واش هذيك الكلمه اللي تقوليها تقولي انا جيت نعتذر الاعتذار ديالي لامي زهره، بقات فيا وان ابني ضميري. بعدا انبك ضميرك، الحمد لله اللي صحى ضميرك، واخا ما صحاش 100%، الحمد لله اللي صحى ضميرك شويه، الحمد لله اللي صحى ضميرك شويه. انت قولي مني شتي داك الاوديو اللي تسرب ديال بديعه دخل معاك الزايد، وبدات بدا كيدخل معاك داك بينك وبين داك الشيطان اللي وسط منك، بدا كيزعزعك يزعزعك شي حاجه، بدات كتدخل معاك وانا علاش الشيطان؟ كون كنتو مرضين الوالدين والله ما تشجعوا على سخط الوالدين، ولكن حيت نتوما ما يمكن مصاخير داك الشيء علاش. شوفوا غير شوفوا غير شوفوا غير ديك قاجو اللي مسميها انا قاجو، شوفوا غير ديك قاجو والكومونتير اللي فرحانه بينا منك نخبي هذاك المسحي، وما نرضاش يشوفوه الناس. انت اللي حطيتيه الناس يشوفوه، درتي عليه فيديو كيعايروك بالمسخوطه، كيقول لكم حيت كنتو مرضيين ما تشجعوش على السخط يا مساخيت الوالدين. راه حشومه هادشي اللي كديروا، حشومه وعيب وعار، حشومه تحطي فيديو ديال الاعتذار. احنا فرحنا مني شتاك طلعتي قلنا الحمد لله ديك السيده شافت الناس كيفاش هضروا عليها وهذا وهذا وما عجبهمش الحال، صحه الضمير ديالها وخرجت بالاعتذار. ملي بدينا كنتفرجوا في الفيديو صدمتينا بديك الهضره، كتقولي حشومه الناس غير برانيين نفرحوا النوائره مني شرات الدار، وانتم حسدتوها انت زعما حيت هي امها واخواتها. شت شريه السلوك اللي كديري. انا كنعرف اللي كيخرج باعتذار راه ما كيهضرش بديك الاسلوب نهائيا، كيعتذر خليك في الاعتذار بينك وبين ديك المراه، لان ديك المراه اصلا عليك بالتقار وعليك بالاحترام، لانها مراه كبرى منك، مراه حشومه حشومه. ديك المراه ما بقاش ديال اليوتيوب اصلا باش تطيح بداك المستوى تتعاير معاكم. شتي قلت لهم حطوا الكاميرا وقولوا ليها تنصوروا، وفي الاخر ما تحطوش في اليوتيوب، ديروا لها خطره. كما كيحسب لك ديك المراه حمقى؟ ديك المراه راه ماشي حمقى باش تقول انت دابا بحال كتبهدليها، كتقولي ديك المراه راه حمقى ولا ما عرفت شنو قال لك داك الطانطون ديال عقلك. سير اتقي الله، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، راه اللي كيقلب وكيجري على سخط الوالدين وعلى راه كتجمعوا عا في الدعاوي الخايبين، راكم كتجمعوا عا في الدعاوي اللي غيبقاو تابعينكم حياتكم كامله، وداك الشيء اللي كتجروا فيه دابا راه كتحصدوه لاخرتكم. عرفوا هاد القضيه بعدا، كتشجعوا المراه وهي اللي كتشد الناس اللي كيعايروا ليها في امها وكتحطهم في داك المنتدى وفرحانه بهم، راه زعما مسخوطه من الدرجه الرفيعه. شتي انا ولو تكون انا بعدا ما نقارنش راسي بحالها، غير كنقول يعني انا كون كنت في بلاصتها ونشوف شي وحدين واخا نكون انا عندي مشكل وكتاب عليا انه تحط في اليوتيوب مع عائلتي، نسمعي ديك كلمه امي تحرك فيا شي حاجه، هي والو ما حركت فيا حتى شي حاجه، حيت كتقلبي على الفلوس. وهاد الطلعه اللي طلعت بالطريقه ديال السخط اللي كتجمع فيه، هذا هو الرضا اللي كتجمعي، وهذا هو هذه العمره اللي كتوجدي لامك. ها خليتي حتى العواشر وقصيتي ديري هاد الشوهه مع امك بحال هكا، وكنتي كتفقصيها في الفيديوهات وكتحطيها في الفيديو زعما انت راه
راكي ما مسوقاش، راكي عايشه زعما وسير اتقى الله وحشمي ورا امك هذيك، واخا تكون خايبه جوع ما عرفت شنو، راه الجنه تحت اقدام الامهات يا المسخوطه. وهاد الكلمه ماشي انا اللي قلتها، امك اللي خرجت بالفيديو قالتها لك، قالت لك عطاها الثقه يا المسخوطه حشومه. انا والله ما رضى شتي، انا متخبى من اليوتيوب ما بقاش نبان، ولكن عجبتني فيك اختك، حتى هي اللي خرجت لك طول وعرض، ما كنتيش دايرها في الحسبان، ما كنتيش كتنتظريها منا. عطاتك نوعير، عطاتك وعطاتك ليام بجوج، عطاتك وعطاتك ليام، وغير جري في هذا الشيء اللي غدا فيه، هذا السخط اللي غدا فيه، غير جري فيه، جري فيه، راكي غاده في الخسرانه. انت وديك حمادي راكم غاديين في الخسران. انا بغيت نشوف علاش دوك القنوات اللي كانوا كيدافعوا شحال هادي على العقوق، واش هادشي اللي كدير دابا هي ماشي عقوق؟ واش هادشي دابا اللي كدير هي واش ماشي عقوق؟ واش رضا؟ شنو زعما هادشي اللي كتجمعي فيه دابا رضا انت بالنسبه ليك؟ والله الا بهدلتي براسك وبهدلتي الشوهه، الشوهه ما غنقول لك، والله الا الشوهه. انا راه كنتك في بلاصتك راه نتقبل الارض ونتخشى وحسن ليا من بقى نبان في داك اليوتيوب، والله العظيم الا حسن ليا من بقى نبان في داك اليوتيوب. سيروا جمعوا شمل مهمتكم وجيبوها لعندكم وتصالحوا معاها اللي مرخصه امها وكتقول لك هي تشري عرج دانونات. هذا هو دي زعما الام الام اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصى عليها الله سبحانه وتعالى، هذه هي الام، هذا هو الرضا ديال الام. تجمعي السخط وتجمعي في الدعاوي ديال الناس في هذه العواشر، هي من الله كل عواشر، ولكن كتجمعي الدعاوي الخايبه في هذه الايام ديال العواشر. اختي لا يجعلنا من جيرانك، لا يجعلنا اختي من جيرانك، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وديك الوزة اللي تابعاها راه غادي غير تخرج عليك، وراها غير كتستغلك وكتستغل السذاجة ديالك وكتستغل الامية ديالك وكتستغل بزاف ديال الحوايج، لان انا باش تخرج وحدة اليوم تعايرني في امي وغدا تخرج بالاعتذار، ما عندي ما ندير داك الاعتذار ديالها. وي ما عندي ما ندير داك الاعتذار ديالها، حيت العيب خرج، وكاع من نعماها الله وطلبت المسامحه وخرجت بداك الاعتذار، تعتذر لدوك العائله كاملين، ماشي تعتذر لشي وتخلي شي. قالت لهم سعاد سويعيده هي اللي من سويعيده. يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي، قالت لك سويعيده حشومه وعيب وعار، والله العظيم الا حشومه. وسيري سيري ديري واحد الخير في راسك، راه باقي غيكون عندك وليداتك، وباقي ما غتبغيش، مازال ما مجرباش، حيت مازال ما مجرباش ما حساش. مع حتى اللي كيكون ساخط والديه ما كيحسش بداك الاحساس ديال 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 الرضا، كيفاش داير، كيجي عادي، اي حاجه كتجي عادي، يعني عادي جدا. الله يهديك اختي، وسيري ديري واحد الخير في راسك، غير تكمشيو بعدي من هذا الموضوع. انت حيت حاطه هذا الموضوع دايره بيزنس ديالك، دايره المحتوى ديال البيزنس ديالك، الا ما كان الا خطاتك الهاشتاغ نوعيره ضربك تران، حتى واحد ما كيتفرج فيك، حيت حتى واحد ما بقيتي كتعجبيه، حيت انت منافقه. نهار الاول دخلتي بالتنافق، نهار الاول كنتي كتقولي، نسيتي نهار الاول من يلاه بنتي بديتي كتهضري، بديتي كتعطيني النوعيره على الراس، الراس ما خليتي فيها اللي نسيتي. شويه قلتي شندير ما ندير، راه نشد قنوات اخرى نقول لهم حقا هما اللي حرشوني، تشدي فيهم الساعه ما عطاوكش الوقت، الساعه مني ما لقيتي مني تشدي. دابا لقيتي هاد الفرصه ديال ما بينها وبين ما فرحتي، قلتي هادي هي الفرصه ديالي خصني نخدم هنا مزيان، خارجه بداك الفيديو كتستهزئي ولا ما عرفتش كتسحمري ولا ما نعرفش كاع شنو كتصنعي، ولا بديتي كتعيقي براسك وبديتي كتشوهي. باز لك اختي، واش ما عندك عائله؟ واش داك الراجل فرحان بك بحال هكاك؟ ما فهمتش انا، واش داك الراجل مشجعك على تعايري ام واحد السيده اللي انت دايراها زعما الحبيبه ديالك وما عرفتش داكشي؟ واش داك الراجل اللي كيعجبو الحال؟ وهضري على لا فاش ما بغيتي، عندك الحق تهضري تناقضي شي حد تعطي الراي ديالك، ولكن ما تعايري ما تسبيش ليه والديه، راه كيبقى والديه. واش انت تسحب راسك شكون؟ وفيقه من القلبه وعايش شويه مع راسك، شكون كيحسب لك راسك؟ انا بعدا تكون في بلاصه ما عرفتش شنو ندير، ما نكذبش عليك، حيت واش انا نتفرج في فيديو كيعايروا لي امي وفرحانه بيه ونهزو نحطو في المنتدى باش يشوفوه؟ شنو هاد ال ما فهمتش انا شنو واكلين، ولا مع شنو موكلاكم هاد النوعيره هادي؟ شنو موكلاكم النوعيره؟ هذاك هو حالها،
هذاك هو حل عم عائلته، كلهم عاقوا بها وكلهم عرفوها وكلهم عرفوا باللي راه قالتها في داك الفيديو ديال ديك الحصه الكابا ديال الاخرى بلا ما نذكر الاسم ديالها، راه قالت لهم انا عندي عائلتي بزاف وباقي نوري لكم، تدي لهم عندي العائله اكون نهار تورينا واحد كتجي في الدور سيمانه كتقرب لها ما عرفتي، ما كتورينا شي حد في العائله ما كتجي في الدور سيمانه كتقرب لها ما خصك ما تبقايش تورينا، ورينا على المحتوى القراوي، حنا ما قلناش كورينا عائلتك، حنا ما دي... حنا ما عندنا ما نديرو بهم، باش نقول لك حنا ما عندنا ما نديرو بهم، كاع عندنا عائلتنا وما عندنا ماشي انت اللي عندك، ما عندنا ما نديرو بهم، خلينا خليك عارف المحتوى ديالك اللي كنتي فيه بلا شوهه بلا صداع الراس بلا ما تخلي حتى بنادم وديك الرباعه جمعات فين ما كانت شي رباعه ديال الشمكريه جمعاتهم تما كاينه كيطلعوا في قنواتهم على دارها وفرحانه بهم، راه عائلتك عائلتك والبراني كيبقى عا براني، وسيري اتقي الله وسيري تصالحي مع ميمتك، راهي اللي دايما لك واحد النار دفناها تحت الارض ويبقى فيك هادشي تقعد تفرجي فيه، هذا هو هادو هما الذكريات اللي تخلي مع امك، هما هاد الفيديوهات ديال الشوهه، لا حول ولا قوه الا بالله، خوتي ما بقى ما يتقال، والله يدير شي تاول الخير، وسيري الوزه تكمشي ودخلي عيسو قراسك، نضر انك ضميرك انك ضميرك وخرجتي باعتذار قولي هاك كلمه زوينه احسن من داك احسن داك الحكي اللي هضر عليه من التحت كتمعك كتقرصي وتكم ديولو معك كيقولوا ليها، الله يستر وصافي. المهم اخوتي السلام عليكم، وما تنساوش لي لايك في هذا الفيديو، كنحماق عليكم بزاف.